ايه الوضع؟ هيحصل في لجنة الحكام بكره غالبا الكابتن عصام عبد الفتاح هيرحل بطريقه شكر للكابتن عصام، توجيه الشكر للكابتن عصام عبد الفتاح، او بقرار اقاله او باستقاله، بس غالبا الكابتن عصام عبد الفتاح هيرحل بكره. مين بقى اللي هيجي مع كلاتنبرج؟ مين المصري اللي هيبقى موجود في لجنه الحكام؟ زي ما قلت لكم كده انه المرشح لهذا المنصب هو الكابتن جهاد جريشة، اللي اكيد دلوقتي هينفي لي هذا الخبر. كابتن جهاد صباح الفل. مساء الكريم عليك وعلى كل مشاهدينا. اخبارك ايه؟ والله الحمد لله فضل ونعم الحمد لله. رايح اتحاد الكره بكره؟ لا خالص. طب مش هتقابل كلاتنبرج؟ برضه لا. مش هتقعد معاه حتى تسلم من منطق انك تسلم؟ من منطق انك تسلم عليه؟ بحلل معاك تحكيم وبحلل في كوره بلس تحكيم ومش اكتر من كده. للحظه اللي كده حضرتك فيها دلوقتي انا محلل تحكيم في كوره بلس وفي القناه الاولى. عظيم. طيب حتى هذه اللحظه؟ حتى هذه اللحظه ده كده مفهوم. كلاتنبرج ايه رايك فيه لو جه ان شاء الله وتولى هذه المسؤوليه؟ هو هيبقى موجود في مصر بكره، هل انت شايف انه هيضيف كثيرا للتحكيم المصري، ولا انت شايف انه احنا مش محتاجين خبير تحكيم اجنبي؟ كريم انا رايي كان واضح من اول ثانيه، انا محتاج اي حد ايا كان مين. انا متفق مع يعني خبير اجنبي يجي، خبير مصري، خبير عربي، خبير افريقي. في الاخر احنا في موقف صعب جدا في التحكيم المصري، محتاجين حد يخرجنا من الموقف اللي احنا فيه ده. وبالتالي انا مع التحكيم المصري، مع اي سواء خبير اجنبي، خبير مصري، خبير افريقي، خبير عربي، احنا في الاخر محتاجين ايد تشدنا من اللي احنا فيه وتخرجنا من نفق المظلم اللي وصلناه في التحكيم المصري. صحيح. طيب ايه رايك النهارده في طاقم التحكيم اللي ادار مباراه الزمالك وسيراميكا كليوباترا، كابتن ابراهيم نور الدين ومساعديه؟ اتمنى لي كلامي النهارده هتكلم في ثلاث لقطات تحكيميه في ماتش الزمالك وسيراميكا، وهتكلم في لقطه تحكيميه امبارح في ماتش فيوتشر وطلع الجيش. عظيم. النهارده في ماتش الزمالك وسيراميكا في الدقيقه 15 في ركله جزاء مستحقه لفريق سيراميكا لم تحتسب. اللعبه بالظبط مهاجم فريق سيراميكا نجح في لعب الكره، الونش دخل في اكسترا موفمنت لرجله اللي اتحركت اتجاه رجل المهاجم. كان اللقطه دي مهمه قوي يا كريم، ان نتاكد بس ان الكره لسه في داخل الملعب مش خارج الملعب، لان الكره لما تبقى في اللعب والخطا يحصل في منطقه جزاء نادي الزمالك يبقى ركله جزاء. الكره كانت موجوده في الملعب والاعاقه كانت موجوده من الونش وكانت ركله جزاء سهله يتم احتسابها لنادي سيراميكا. الحكم الفار قام بدوره، تم استدعاء الحكم ووراه اللقطه بكل الزوايا الممكنه، وفي الاخر الحكم اخذ قرار بعد ما احتساب ركله جزاء، هي ركله جزاء صحيحه لسيراميكا لم تحتسب. اللقطه التحكيميه الثانيه في الدقيقه 20 تسلل غير صحيح على فريق الزمالك، المساعد رفع الرايه، المساعد الاول رفع الرايه، الحكم صفر على التسلل. وطبعا من الحاجات اللي دايما الفار او تعليمات في بروتوكول الفار، انت كحكم لما حكم المساعد يرفع الرايه في منطقه خطره زي المنطقه ديت اتقل على صفارتك شويه وكمل اللعبه، لان في احتماليه في هجمه واعده وكانت هجمه خطره جدا لنادي الزمالك. صحيح. كان ممكن تصفر عن هدف وكان ساعتها نرجع للفار ونراجع ان مفيش تسلل، وبالتالي الحكم المساعد اخطا. حكم الحكم الساحه اخطا في التجلب بالصفاره، وخطا كبير كان ممكن يستفيد منه الزمالك في حراس هدف. صحيح. اللقطه التحكيميه الثالثه في الدقيقه 67 هدف سيراميكا الاول. احنا بنتكلم ان ممكن مراجعه الهدف او في مرحله بناء الهدف ما عدا الاستئنافات. احنا معانا لقطه كان في دفع في ظهر امام عاشور من لاعب سيراميكا، دفع واضح واستمرت بعد كده الهجمه وحرز تم احراز هدف، كان واجب على الحكم الفار المميز النهارده لما استدعاه الحكم المره الاولانيه كان لازم يستدعيه المره الثانيه ويوري حكم ويشاهد حكم مباراه اللعبه ان في دفع واضح من لاعب نادي سيراميكا في ظهر لاعب نادي الزمالك امام عاشور، وبالتالي الهدف الاول لفريق سيراميكا هدف غير صحيح. عظيم. امبارح بقى دي بالنسبه لمباراه الزمالك النهارده. انا كلامك امبارح على ماتش فيوتشر وطلع الجيش، كان في لقطه تحكيميه مؤثره جدا في نهايه المباراه. حكم المباراه هشام الفلال احتسب ركله جزاء صحيحه لنادي فيوتشر، تم استدعائه من الفار استدعاء خاطئ، راح شاف اللعبه والغى ركله جزاء. ركله جزاء عباره كريم ان المعيار عندنا برضو لعب الكوره، مهاجم نادي فيوتشر في منطقه جزاء طلاع الجيش نجح في لعب الكره تماما، في اهمال من لاعب فريق طلاع الجيش
الهمال دوت وصله ان هو عمل خطا في رجل في عرقله في ملعب فيوتشر. الحكم كان في موقف ممتاز وشاف شاف لقطه واحتسب راس الجزاء بمنتهى الشجاعه ومنتهى الجرأه ومنتهى الثقه، لكن للاسف لما خرج للفار تراجع عن قراره الصحيح بالغاء ركله جزاء صحيحه في فيوتشر، وبالتالي دي اثرت على نتيجه المباراه امبارح، وانتهى المباراه بهدف واحد لطلع الجيش وده كان خطا مؤثر في المباراه. دي يا كريم كل حاجه النهارده كان عندنا تحكيم النهارده وتحكيم امبارح. المهم لما نكلمك بكره كابتن جاب تبقى شايف الموبايل بالليل. لا ما بقفلش موبايلات. خلاص زي الفل كابتن جاب، انا بشكرك شكرا جزيلا، دايما مشرف ودايما منور. شكرا شكرا جزيلا.